السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل متابعين محمد مصراتي. لأنه خشيت لأحد المحلات بمدينة جربة، جزيرة جربة التونسية، وخنشوف الأسعار. بالله تعالوا شوفوا الأسعار اللي عندهم. شوفوا كسكسي الدياري، كسكسي الدياري أقل من دينار، بسعر ب75 قرش بالليبي، 75 قرش ليبيات. في ليبيا قداش ينباع غالي؟ قداش؟ فوق 3 دينار أكيد. هذا كسكسي دياري سعره 795، يعني 75 قرش ليبيات. باهي. والمكرونه يا حبيبي اللي كانت ما نشبحوا لها، شوفوا سعره بلاي المكرونه عندهم قداش، اقل من 50 قرش. المكرونه عندهم اقل من 50 قرش. ها وش انتبه نوعها وشكلها، اقل من 50 قرش. انواع المكرونه اللي عندهم، شوف سباجيتي، سباجيتي اقل من 50 قرش، يعني 430 قرش. الناس تقول شوف فرق العمله، العمله من رقاها يا حبيبي، من رقاها، مو احنا رقيناها، المسؤولين في ليبيا رقاها. ما تقوليش فرق العمله، الدولار النفط يضخ، احنا ما تقوليش فرق العمله، النفط عندنا يضخ. شنو عندهم تونس؟ انتاج يا حبيبي، ينتجوا، ما عندهم شيء غير الانتاج. تعال شوف الطماطم بقى، شوف الطماطم، هذا الطماطم حقه الكبيرة بثلاثة دينار وتمية واربعين قرش، يعني أقل من أربعة دينار، قريب ثلاثة دينار وخمسة وسبعين قرش. والحليب، هذا الحليب، الحليب دليس، الحليب دليس عندهم دينار وتسعمية، يعني قول زوز دينار، أقل من زوز دينار. والطن، الطن بزوز دينار وستمية وخمسين، يعني قول زوز ونص. وهذا البيض، هذا الدحي، هذا الدحي بسبعة دينار، ستة دينار، سبعة دينار.